بس احنا كنا دايما بنقول ان فصل الربيع هو اللي فيه اعتدال في درجات الحرارة. لا، فصل الربيع من اعلى درجات الحرارة في السنة تقاس في فصل الربيع. يعني فصل الربيع ارتفاع في درجات الحرارة، والصيف ارتفاع شديد، لا ده والخريف ارتفاع. لا ده اللي هقول لحضرتك حاجة، فضل. الربيع بتوصف فيه درجات حرارة اعلى من درجات الصيف كمان، ولكن نسب الرطوبة بتبقى اقل كتير جدا، ولذلك احنا ما بنحسش بالربيع ان ايه ان حر قوي نتيجة ان الرطوبة قليلة. لكن في الصيف بتجد ان الحرارة ممكن تبقى مثلا 38 بس الرطوبة 80، فانت تحس ان انت يعني حتى لو قاعد في الظل حاسس ان مخنوق. انما في الربيع انت ممكن الحرارة بتوصل في احد السنين وصلت على القاهرة 47، ما بتوصلش في الصيف نهائيا. ده في 2019 الكلام ده، كانت اعلى درجه حراره تقريبا وصلت ليها، ما بتوصلش نهائيا كده في القاهره، لكن حصلت. لكن الرطوبه كانت نازله، فبالتالي علاوه على ان كمان فصل الربيع ما تنساش ان بيبقى فيه ريح الخمسين، فعشان كده ما هوش ده احنا كده بنقفز من الشتاء على الصيف على طول. يعني خليني اقول لحضرتك ان من البرد للحر، ان حدث من تغيرات مناخيه مع ارتفاع في درجات الحراره يخلينا اقول ان برضو الخريف هيبقى فيه درجات حرارة اعلى من المعدل الطبيعي لكل سنة، لكن مش هيبقى عالي قوي، يعني ممكن ما بين درجتين وثلاثة بالكتير، لكن الظواهر الجوية هي اللي ممكن تختلف عن العوام السابقة.